يسعدني أن أقف اليوم أمام ممثلين من 60 دولة، من 40 دولة، 62 مشارك من 40 دولة صديقة لمصر. مثل هذه المشاركات في الدورات التدريبية المختلفة تعزز أواصر الصداقة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية المختلفة بين مصر والدول الصديقة. اسمحوا لي أن أعطيكم نبذة سريعة عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو إحدى أزرع التنمية في وزارة الخارجية. الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تم إنشاؤها بقرار جمهوري في يونيو 2014، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين مصر والدول الصديقة. وإحدى محاورها الهامة للعمل هو إقامة دورات تدريبية مختلفة في مجالات مختلفة ومتنوعة. ولعل هذه المناسبة إحدى أمثلة وخير شاهد ودليل على التعاون بين وزارتي الخارجية والزراعة، ممثلة في المركز المصري الدولي للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. في الحقيقة الكلمات التي تم إلقاؤها من جانب المشاركين من الدول المختلفة بتعكس مدى الجدية والاستفادة التي استفادوها من خلال مشاركتهم في هذه الدورات التدريبية. أولاً أحب أن أرسل تحيات معالي الوزير الزراعة للأستاذ الدكتور منعم البنا لحضراتكم. نظرا طبعاً وجود ارتباطات مسبقة ما قدرش أن هو يحضر. طبعاً النهاردة إحنا بنحتفل، المركز المصري الدولي للزراعة بيحتفل بانتهاء فعاليات الدورات التدريبية لتكنولوجيا الصناعات الغذائية وتحليل المشروعات والمكافحة المتكاملة، وبتم تنفيذها الحقيقة مع وزارة الخارجية المصرية المتمثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. هذه الدورات التدريبية تمت طبعا ما في شك بوجود بعض الخبراء المصريين من وأساتذة من جامعات، سواء من جامعة القاهرة أو عين شمس أو مراكز البحوث أو مركز القومي للبحوث أو مركز بحوث الصحراء. كان هذا طبعا بتتضمن بعض الجوانب النظرية وبعض الجوانب العملية. ما فيش شك ان الحكومة المصرية الحقيقة دايما بتحاول انها تعمل على تعزيز التعاون المثمر بين دول افريقيا ودول اسيا وامريكا اللاتينية. وما فيش شك برضو احنا دايما من امد بعيد بنحاول ان احنا نعمل تعاون مع ساوث ساوث، جنوب لجنوب. وعشان كده أدركنا هذا أهمية هذا التعاون، تم إنشاء هذا المركز المصري الدولي من فترة طويلة جدا. والمركز ده بيحتفل دلوقتي يمكن بتخريج حوالي 52,000 متدرب تم تدريبهم حتى الآن في هذا المركز. طبعا أنا مش عايز أطول عليكم عشان مدة طويلة في الكلام، لكن بتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا نشوفكم ونراكم مرة أخرى في دورات تدريبية تانية. وفي نفس الوقت أتمنى أن احنا الدورات القادمة يكون فيها أعداد أكتر وأكتر من دول تانية، وأساس أن يبقى فيه تعاون مثمر وأكتر مع دول أخرى. First of all, thank you so much. هو طبعا حضر دورة تدريبية عن الصناعات الغذائية، هو بمس هو وزمايله حوالي 16 دولة من يعني من ثقافات مختلفة. طبعا استفادوا استفادة كبيرة جدا، سواء كانت في المعلومات الزراعية أو في مجال تكنولوجيا تصنيع الغذاء، وهو بيتمنى ان هو يطبق كل اللي تعلمه لما يرجع بلده. It's for we are 17, 16 different countries, and
Each one of us, it's very unique countries, and they all participants. I hope all participants. بالنسبة لي هي تجربة رائعة، تجربة جميلة. وجودي في أفريقيا، في مصر، كل وجميع أفراد الطاقم التنسيق. بالنسبة لي أماكن الجذب السياحي في مصر والأماكن الأثرية فهي حقا جميلة جدا، وأتمنى أن أشخاص كثيرة من أمريكا اللاتينية يزوروا مصر حتى يتمتعوا بهذا السحر. أنا شاركت في كورس تكنولوجيا التصنيع الغذائي. أنا استفدت جدا على المستوى المهني والتعليمي والثقافي. حقا في أول أيام ليا هنا كان وحشني البيت، لكن بعد كده تعودت ودلوقتي يمكن مش عايزه ارجع. حقا كل المشاهدات التي قمت بها في هذه الدوره التدريبيه هي حقا رائعه. لقد تمتعت كثيرا وساذهب الى بلدي. حقا المصريين يجب أن يزدادون فخرا بتاريخهم، لأن الأماكن السياحية والأثرية في مصر عظيمة جدا. البرامج دي هم كانوا حوالي 3 برامج، برنامجين منتظمين يعني بيتعملوا كل سنة، وفي برنامج خاص كان عن مجال المكافحة المتكاملة للآفات، ده كان مدته 15 يوم، وده تم بتنفيذه بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. أما البرنامجين الآخرين كانوا الأول كان في مجال الصناعات الغذائية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي يعني، وده مدته 2.5 شهر وحضر 16 متدرب. وفي برنامج تحليل المشروعات الزراعيه، وده حضر حوالي 21 متدرب، ودول برنامجين منتظمين بيتم تنفيذهم سنويا بالتعاون مع اداره العلاقات الثقافيه بوزاره الخارجيه. حضرتك زي ما قلنا قبل كده ان مصر ادركت من زمن بعيد قوي فلسفه التعاون الجنوب الجنوب، واقدمت على انشاء المركز المصري الدولي للزراعه عام 1965 من أجل تعزيز المفهوم دون، وإن مصر بلد دايماً بتنشد السلام في كل علاقاتها مع الدول، بدل إن إحنا لينا علاقات مع الدنيا كلها وكل دول العالم وكلها علاقات عميقة. كل أواصر الصداقة اللي بتربطنا بهذه الدول هي أواصر صدق في التعامل، صدق في التعاون دون ما نظر لمصلحة أو استغلال أو أي حاجة زي كده. من فضل ربنا البرامج دي احتوت على جوانب نظرية وجوانب عملية تم إنجازها بصورة مثالية زي ما حضرتك شفتوها. الناس الضيوف مبسوطين جدا، أعضاء السلك الدبلوماسي حريصين على أنهم يجوا يحضروا حفلات تسليم الشهادات عندنا في المركز المصري للزراعة من أمد بعيد، لأن هم بيكونوا فرحانين جدا أن هم بيلاقوا أولاد بلادهم أو أبناء بلادهم بيحضروا هذه البرامج وبيعودوا إلى بلادهم عشان ينقلوا التكنولوجيا والمعارف والخبرة اللي اكتسبوها من الجانب المصري أو من زمايلهم في البرنامج من الدول الأخرى، وبيبتدوا يطبقوا حلول يتجاوزوا بيها المشاكل اللي بتقابلهم في مجالات الزراعة المختلفة.